خطر في بالي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: يا رسول الله، دخلت حائطا، حائطا يعني بستان محوط، فوجدت فيه امرأة ففعلت فيها ما يفعل الرجل مع أهله إلا أني لم أجامعها. فقال عليه الصلاة والسلام: هل صليت معنا؟ صليت معنا؟ قال: نعم. فأنزل الله إن الحسنات يذهبن السيئات. لذلك فقولك للرجل بالإضافة أنك تفعل تشرب كذا: صلي يا أخي، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الأسلوب هو أسلوب شرعي، ما هو أسلوب بدعي كما أشرت عن البعض. وأذكر أيضا بمثل هذه المناسبة أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال: ترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. ثم وضع الرسول عليه السلام يده على صدر الرجل وقال: اللهم حصن فرجه وطهر نفسه.